بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم ويلا نتصالح. نتحدث عن التصالح واليات انهاء الخلافات، ولكن يبقى العديد من علامات الاستفهام. ماذا لو عاد الخلاف؟ ما هي ضمانات عدم عودة الصراع؟ ما هو مدى تقبل أطراف النزاع لأحكام لجنة القضاء العرفي؟ أسئلة كثيرة سوف أطرحها على ضيفي الكريم، أحد رواد القضاء العرفي في مصر وأحد قادة الأمن في أرض الكنانة، سيادة اللواء سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا الأسبق. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا فندم. لو بدأنا من دور القضاء العرفي، كيف تقوم دور القضاء العرفي في إنهاء الخلافات العائلية؟ هو لا شك أنه القضاء العرفي هو قضاء اجتماعي. نعم. يعني هو أسلوب اجتماعي في حقن الدماء. نعم. وفي إنهاء الخصومات. نعم. ووقف الصراع بين العائلات. ودايما بيلجأ للقضاء العرفي في كل الخلافات اللي موجودة في الريف. والبعض بيعتقد ان القضاء العرفي يعني ملوش شرعية ولا يمكن ان يكون بديل للقضاء الجنائي، او ملوش سلطة، بلاش نقول ملوش سلطة، نقول ملوش سلطة يعني قدرة تنفيذية انه احكامه تكون محل تنفيذ. البعض بيشكك فيه انه ايه ده، او بيرفضه على اساس ان ده لا يجب ان يكون هناك يعني تحكيم مزدوج في البلد، وما يبقاش فيه حاجة غير الاجراء القانوني والاجراء الجنائي. انما انا عايز اقول ان القضاء العرفي في مصر عندنا ده اجراء بيمشي على التوازي مع القضاء الجنائي. يعني على التوازي ولا سابق عليه؟ لا على التوازي. على التوازي. يعني التوازي. لانه اولا لا يبدا دور القضاء العرفي الا بعد ان تنشا الخصومه. واذا نشات الخصومه وكانت هناك جريمه، فخلاص تولى الجهات الرسميه والشرطه والنيابه العامه ثم القضاء، تولت زمام الامور طبعا. فاذا الخصومه لابد علشان يشتغل فيها قضاء عرفي بيبقى في طبعا معظمها بيبقى فيها قضيه جنائيه. نعم. البعض الاحيان بيبقى فيه حاجات بسيطه ما بتصلش الى مرحله اهدار الدماء بين الناس، والقضاء العرفي بيخش يحل نزاع مشكله بين اتنين، واحد غلط في التاني غلطه ما وصلتش لدرجه الموت ولا الضرر البالغ، ولا القضاء ولا وصلت القضاء، ولا وصلت القضاء خالص، ولا اتعمل بها محضر. فبيقعدوا وبيرتضوا ناس بيعهد اليهم بعمليه انهاء الخصومات بطريقه وديه وبطريقه عرفيه، وهي يعني ايضا مستمده من عرف المجتمع ومن الشرع، مما لا يخالف الشريعه ايضا. نعم. وما لا يخالف القانون. يعني لابد اولا الا تخالف الشريعه ولا تخالف القانون، وتساير العرف في المجتمع، وتبقى متقبله لدى الاطراف بتوع الخصومه. وبناء عليه يعني بيتجه القضاة العرفيين وهم رجال من ابناء المجتمع، تمرسوا على العمل في انهاء الخصومات بين العائلات، واصبح لديهم الخبره وبعض المبادئ في انه فلان غلط غلطه، طيب يعني ممكن التاديب فيها يبقى تاديب مادي علشان خاطر يعني يبقى ده كعقاب رادع لانه غيره ما يغلطش مثل هذه الغلطه، علشان ما يتحطش في هذا الموضع ويغرم ويحكم عليه بغرامات مثلا ماديه. ناهيك عن الحتت الصغيره دي، انما احنا بنخش بقى في قضاء اللي هو فيما يتعلق بالخصومات السعريه والدم وحقن الدماء. الدور بقى بيتعاظم دور القضاء العرفي في هذه الحالات التي تصل الى اهدار الدماء بين العائلات.
في هذه الحالة يكون دور القضاء العرفي زي ما بقول لحضرتك دور على التوازي، بيهدف إلى إيه؟ أحيانا القضاء الجنائي بيتأخر في الحكم، وأحيانا القضاء الجنائي أحكامه بتنتهي إلى البراءة لوجود بعض الحيل القانونية والثغرات الإجرائية التي قد تمكن الجناة من الإفلات من العقاب بمهارة الدفاع أو ببعض الأخطاء في محاضر ضبط الواقعة. ففي مثل هذه الحالات لا يشفى غليل أهل المجني عليه. نعم، وهذا ليس انتقاصا من القضاء الرسمي، وليس انتقاصا يعني، ولكن هذا لا يعيب القضاء الرسمي لم يحكي بما أمامه من الأدلة. القضاء الجنائي زي ما بقول لحضرتك من الممكن أن يتأخر الأحكام نتيجة تراكم الأحكام في المحاكم وتكدس تراكم القضايا في المحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى الفصل. ثانيا أن طبيعة القضاء الجنائي أنه هو لابد أن يعني يتيقن تماما أن جميع الأدلة تجمعت قدامه، أن جميع إجراءات التحقيق استوفيت على قاعدة أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقاب. طبعا أنه جميع تقارير الأهل الخبرة من الخبراء سواء المعمل الجنائي أو الطب الشرعي أو إلى آخره، كل الكلام ده يستوفى تماما، فأكيد الكلام ده بياخد وقت. مرور مثل هذا الوقت مع وجود بعض أهل الفتن في البلاد بيؤجج الصراع، يؤجج الخلاف ويؤجج الخصومة، وقد يدفع البعض إلى أنهم يرتكبوا حماقة بأنهم يسعروا لنفسهم بنفسهم بأنهم إذا كانت قتل منهم واحد يروح يقتل واحد من العيلة التانية. والكلام ده طبعا إحنا يعني بنقف نقول في المجتمع للناس أهل الخير وأهل الصلح بيقف يقولوا للناس لا حرام الكلام ده، أي ده مخالف للشرع، لأنه أولا أنت بتروح تضرب أي حد من العيلة، وهذا الكلام يعني شرعا غير مقبول. وأنا سألت بعض أهلنا في الصعيد وقالوا لي اللي سيادتك بتقوله، قالوا لي لا ده ليس من الشريعة، دي عادة، دي عادة عندنا ليس من الدين، وهي عادة مخالفة للدين. لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، محدش مسؤول عن جريمة ارتكبها واحد قريبه، دي في الشرع في الدين. وبعدين تعالى بقى للقانون، القانون من ارتكب جريمة عليه عقوبتها، من ارتكب يعني شخصية العقوبة مش على ابنه ولا ابن عمه ابدا. انا ارتكب جريمة وابن عمي هو اللي يدفع الثمن، ولا ابني ولا ابويا ولا اخويا، هذا مخالف لقواعد القانون الطبيعي كمان، ده مخالف للقانون ومخالف للشريعه الاسلاميه ولقواعد القانون الطبيعي. أيوة. اللي تعلو حتى طبعا طبعا الوضعي. انما هذه عاده وعاده احنا ابتلينا بها في هذا المجتمع وبعض البعض القليل من المجتمعات العربيه، لانه هذه العاده بدات في مصر مع نزوح القبائل العربية من الجزيرة العربية، من شبه الجزيرة إلى مصر مع الحكم الإسلامي لما أتت وفي الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية تورثوا هذه العادة من أيام الجاهلية. إذن هي عادة جاهلية، هي عادة من عادات الجاهلية الأولى. نعم. وهذه العادة نابعة من النعرة القبلية، العصبية، يعني قبيلة فلان وقبيلة فلان، هذه القبيلة إذا اعتدى واحد من قبيلتك على واحد من قبيلتي واحنا الاثنين من قبيلتين مختلفتين، تأتي النعرة القبلية في قبيلتي أنا وتتحرك وتعتبر أن عدوانك أنت أو عدوان واحد من قبيلتك على واحد من قبيلتي عدوان على القبيلة بأكمل. أحيانا تأتي بالغلو، يعني ده الواحد من عندنا بعشرة من عندكم، ده احنا ناخد فيه عشرة من عندكم، حتى لو ما فيش غلو، بالغلو حتى يعني. لو ما فيش غلو النعرة نفسها بتخلي ان كل القبيلة بتسأر، لانه ده مهد كرامة وكيان ودم القبيلة نفسها كلها. من هنا بدأت هذه العادة الحقيقة، عادة الجاهلية، وتورثتها القبائل العربية، ثم نزحت الى مصر، ونجد انها تزداد في المناطق اللي فيها ظرير صحراوي في القبائل العربية. نمرة اثنين في العائلات والقبائل في صعيد مصر وفي بعض وبلاد الوجه القبلي على وجه التحديد في محافظات قبلي، يعني بنلقى ان هذه العادة منتشرة
انما كل ما زاد التعليم وكل ما زاد الوعي الناس بتحتكم الى القضاء والى القانون ولا تاخذ حقها بايديها، لان احنا كده ان انا اخذ حقي بايدي ده انا بعود الى الفوضى، بعود الى ما قبل الدوله، ولا انا بها التحقيق ولا عندي القدره على تبين الحقيقه ولا هي عاطفه بس كده. هو سيادتك انا بقول ان انا بعود الى ما قبل الدوله ليه؟ لان الدول حينما تتكون الدوله يعني بيبقى عباره عن تنظيم بيرتضيه الجماعه التي تعيش في هذا المجتمع، انه هذا التنظيم بيبقى فيه طبعا يعني ضبط للعادات وضبط للسلوك والتصرفات والحقوق والواجبات وحقوق كل انسان وواجباته. أيوة. ومؤسسات في داخل الدولة. أيوة. معنية بتطبيق القوانين كل واحد التي ترتضيها الجماعة، ولا يمكن ابدا ان أيوة. كل واحد ياخد حقه ايده، والا عدنا الى ما قبل الدولة والى عصر الفوضى. يعني سيادة اللواء، هل يقبل المتخاصمون الدور الذي يقوم به القضاء العرفي؟ لا شك. اي حد تكون احكامه قاطعة؟ لا شك انه بيقبلوا. ليه؟ لانه اصل القضاء العرفي احنا مثلا لما بيبقى في حقن دماء وفي عيله يعني اتقتل منها واحد وفي قضايا وكده، يعني اهل الخير بيسعوا الى العيله اللي هي اهل المجني عليه وبيرغبوهم، وبيبقى معاهم احيانا رجال دين وبيرغبوهم في عمليه العفو، لانه سبحان الله في أمرنا بالعفو وبالصفح وبالتسامح في كثير من الآيات، مش بس في الإسلام، حتى في المسيحية. يعني المسيح قال لهم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. طبعا المسيحية دين السماحة، فهذا صفح وتسامح. والإسلام إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ده الاسلام ما قالش الصفح بس، قال والاحسان كمان. يعني في درجه اعلى من الصفح اللي هو الاحسان الى من اساء. ده وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي درجه الاعلى، دي درجه الاسمى، يعني درجه الاحسان. الكلام ده كله يعني شرعا محبب. ان انا اعفي عن هذا الحق وانال هذا الاجر. لانه سبحان الله ايضا في ايه اخرى من عفى واصلح فاجره على الله. ومن كان اجره على الله. الدكتور احمد عمر هاشم شرح هذه الايه وقال الاجر على الله مش عند الله، دي درجه اعلى من درجات اجرك عند ربنا. لا ده عليه دي درجات تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحبب الناس. فطبعا كل الكلام ده بيعرض وبيناقش مع اهل المجني عليه، وهم لا يقدموا ابدا على اتمام الصلح واتمام العفو الا برضاء نفسي تام. يعني سيادتك ما صادفتش حاله من حالات التلكؤ في القبول او العدول عن القبول او القبول بنفس غير راضيه؟ غير لا، هو اذا اصطدمنا بالقبول بالنفس الغير راضية لا نتم هذا الموضوع. احنا لا نتمه الا بناء على نفس راضية، لان النفس الراضية بتلتزم. وكيف تتحقق من رضا النفس دي بقى؟ احنا يعني ستك طبعا احنا كبشر بنشعر بالانسان اللي قدامنا. اصل انا مش جبرك على شيء، ولا قاعد معاه ده مش قاعد سلطة تنفيذية. ده قاعد ناس زيهم، بس من اهل البلد، من اهل بلد مجاورة، ومن اهل المكان طبعا لهم قدرهم الاجتماعي والادبي في المجتمع، ولما بيتكلموا كلام له مصداقية. ولما بيناقش الانسان بيناقشه على راحته وبيناقشه بكل اللي هو عايزه، لانه اهم حاجة في اللي داخل علشان ينهي هذه الخصومة انه يشوف راحة المجني عليه واهله. راحته ايه؟ ايه اللي يريحه؟ يعني هل هو يريحه انه مثلا عشان ارضاء لكرامته انه اهل المدين ولا اهل الناس اللي عليهم هذا الطار يخشوا بالكفن رمزا ل يعني رب الكرامه والترضيه وهم يعفو عنهم لوجه الله؟ والدخول بالكفن ده موضوع رمزي بمعنى انه اللي بيدخل بكفنه بيقول له انا مقدم لك روحي، يعني يعني لو عاوز تموتني انت ليك عندي يعني انسان وانا اهو جاي لك. فالتاني لما بيقول له انا عفيت عنك لوجه الله، هذه العباره عباره بتدي في مضمونها التعبير
عن موضوع العفو، وهذا العفو بيبقى نابع. ده بيحصل انه الناس دي لما بيجي في هذا الموقف بيحصل بكاء، يعني الناس بتبكي من المشاعر، الناس بتلتهب، ونفس اللي بيعفي واللي بيعفى له الاثنين بتبقى مناظر يعني مؤثرة جدا من الناحية الإنسانية. ست اللواء كان لك دور في إنهاء خلاف بين عائلتين في البدرشين، ما هي قصة هذا الخلاف؟ في مركز الطيح طبعا، هو على كتير احنا في البدرشين دور في عائلة في مركز واحد. انا احنا محافظة الجيزة، انا ابن محافظة الجيزة، وانا يعني ابي رحمه الله من مركز الصف وجذوري، وامي رحمه الله من مركز امبابة في منشات القناطر، ويعني انا ابن شمال سيادتك يعني ابن جنوب وشمال الجيزة. نعم. انا جزاوي ياسر، في اي مكان من محافظة الجيزة انا بأدعى عليه، انا بأسارع الى ان انا اشارك في اي عمل من اعمال الخير. ويمكن انا هذا الكلام، انا هذا الاستعداد عندي من وانا كنت مدير امن. يعني وانا مدير امن انا في 95 لغاية 97، يمكن انهيت اكتر من 65 خصومة سارية، خصومات في جميع العائلات وبين العرب والهوارة، و خصومات كبيرة يعني. والحمد لله يعني انتهت ولم ينقض فيها خصومة أبدا. يعني من خلال عملي، وإحنا عملنا في الأمن أساسا بيبقى فيه اهتمام بالخصومات، لأن يعني كل خصومة بتنشأ بين عائلات بيتعمل لها ملف أمني، وهذا الملف الأمني بيتابع من الأمن، وتظل الخصومة ملتهبة إلى أن تنتهي بإرضاء الناس. الناس رضت، سواء كان قعدة عرفية وتصفحت وتصلحت، أو أن هناك أحكام رادعة أشفت غليل المجني عليهم وأهليهم، وبناء عليه ارتضوا. وزي بالضبط ما حصل مع الإعلام القدير ربنا يديله الصحة أستاذ فهمي عمر في المشكلة بتاعة 95، لما راح ابنه رحمه الله وابن أخوه في معركة أيام الانتخابات ما بين العرب والهوارة، وكانت الأحكام رادعة، أحكام 11 حكم، محكمة الجنايات، عملت أنا يومها حملة جبنا فيها 100 بندقية آلي. أنت كنت مدير الأمن؟ ضبطنا فيها 100 بندقية آلي و13 مدفع جرينوف من الأطراف. إحنا عايزين نعرف من سيادتك يعني إيه حكاية الخلاف بين العائلتين في البدرشين اللي سيادتك اللي بدور في اللي أنا كنت تحت رعايته ده في مركز الصف عندي في البدرشين؟ لا، في الصف، مركز الصف. كان في خلاف بين عائلتين في البدرشين؟ لا، اللي انا بقوله لسيادتك ده ده في الصف. في الصف اللي انا اللي انتوا جيتوا نقلتوا احداثه من عندي. ده عندي انا في الصف بين عيله من عائلات عزة الجمال عندي وعائله ابو حمد، ودول كان واحد منهم في شهر رمضان الماضي يعني تعرض الحقيقه ل يعني هي كانت فيها شيء من الخطا وعدم القصد، ولكن هو كان الله يرحمه بتاع عائلة حمد ده توفى في هذه الوقعة، وكان المتهم فيها واحد من عائلة أبو حجر، وهي عائلة في عزبة الرئوية في نجوع العرب، في أيضا في مركز الصف. فالمشكلة كانت في الصف، وأنا كانت تحت رعايتي، وكان معنا طبعا أهل الخير، وأنا دايما أدعي في مثل هذه الجلسات والمؤتمرات. الاخ الحبيب الغالي دكتور احمد عمر هاشم معي كقامة دينية ورجل دعوة ورجل فاضل، ويعني انا دايما بحب يكون موجود معانا، والبلد كلها اعتادت عليه لانه دائم التردد معايا على البلد في اي خصومة من الخصومات اللي احنا بننهيها. والمحافظ كان مع سيادتك؟ لا، هو المحافظ اعتذر لان كان عنده في هذه في هذا التوقيت مهام فاعتذر، انما الحمد لله يعني كان المحافظ السابق الوزير ادرى ابو حسين جه كضيف ضيف شرف يعني، وجم ناس كتير من اهل الخير واهل البلد عندي، وكل من شارك معنا في انهاء هذه الخصومه من العائلات هناك ومن الشيوخ وكبار العائلات حضروا. وانا بوجه الدعوه في مثل هذه الحاله الى جميع عائلات مركزات الصف وطفيح وفي البدرشين، وكل
القامات والكبار العائلات وبعض الشباب اللي هو له يعني اهتمام بمثل هذه اللقاءات والمؤتمرات. فيمكن كان وفد يعني كان مؤتمر حاشد اعتقد انتوا نقلتوه، كان فيه اكتر من 2000 يعني واحد من الحاضرين. كل الحضور بيبقى قاعد وجاي مهتم بانهاء الخصومة، مجرد حضوره ده بيدي شيء من روح التأييد وحب الناس لانها تشهد وقائع واحداث انهاء مثل هذه الخصومات، تشهد حقن الدماء بين العائلات. طب وانه البديل البديل عن كده ايه؟ البديل ان يبقى في سفك دماء. طب نشهد احنا كمان نشوف مشهد الصف بين العائلتين اللي كان سيادة اللواء اتفضل دور في القيام به. انما اسست بلاغ للنائب العام للتفريغ بالجزيرة 2 عشان خاطر في مشهدين فيهم، المشهدين دول بيتيجوا دائما لحامل الكفن، حامل الكفن اللي بيحضن الدماء، حامل الكفن اللي بيحافظ على عيلته، حامل الكفن اللي بيحافظ على العيلة الاخرى وبيديها حقها لوجه الله سبحانه وتعالى. ما يستحقش ابدا ان تسيء ليه، ما يستحقش ابدا ان تقول عليه كلمة عار. لا، العار على المشهدين. انا بحمي المحكمين العرفيين، بحمي المجالس العرفية لما قدمت بلاغ للنائب العام. وطبعا الحمد لله البلاغ وضع كويس، درجة ان المنتج خلاص على وشك ان هو يعني يوافق ان هو يشيل المشهدين والمنتدى يقتنع. وانا اللي بنتعده النهاردة على جلسة سيادة اللواء سعد، النهاردة جلسة العرفية اللي فيها اي مفتاح للكفن لاخرى محققا وتقديرا للعيلة الاخرى واعطائها اللي حقها. ودايما هي كمان بتحافظ على عيلتها على عيلتها، بتحافظ على حقن الدماء. يبقى اذا حامل الكفن انسان محترم، انسان بيحب الله سبحانه وتعالى وبيحافظ على عيلته وبيحافظ على الدماء. فكل تحية وتقدير لكل واحد بيحمل كفنه ارضاء لوجه الله وارضاء للعيلة الاخرى. عايز حضرتك تقول كلمه مختصره للساده المشاهدين عن قيمه التسامح والتصالح في الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين.
قيمة التصالح والتسامح في أبهى صورها وفي أذكى مضامينها شاهدتها اليوم في هذا المؤتمر الشعبي الإسلامي الحاشد الذي قام عليه واحد من أصدق القلوب في وطننا، ألا وهو اللواء سعد الجمال، بارك الله فيه وفيما قام به من جمع الشمل وتوحيد الصف ورأب الصدر. ولو أن في كل مصر وفي كل أنحائها مثل اللواء سعد الجمال ما شكى الناس ولا ترنحت قيم ولا أهدرت دماء ولا أزهقت أرواح. مشهد مؤثر ودور مشرف. سيادة اللواء، كيف استطعتم التقريب بين وجهات النظر للوصول إلى الصلح؟ هو طبعا يعني الأمر طبعا بيحتاج إلى يعني لقاءات متعددة، مش مجرد جلسة. ويعني يمكن احنا الأول سعى إلينا أهل الخير من طرف أهل الجاني يعني، وكانوا ناس هم كلهم أصدقاء وكلهم من ناس من البلاد من عندنا ومركز الصفيح، وإحنا كلنا بنعتبر يعني كأسرة كبيرة واحدة، لأن إحنا بننتمي إلى محافظة واحدة وإلى جنوب الجيزة محافظة منطقة واحدة. فالحقيقة لما بيسعوا إلينا بيسعوا طالبين العفو، طالبين الصفح، وأنهم على استعداد أن يعوضوا الأيتام عن أي شيء يكون ترتب عليه ضرر ليهم من فقدانهم هذا العائل اللي راح طبعا يعني في حدث مفاجئ ولا ذنب له ولا جريرة له فيه. فإحنا الحقيقة كنا بنتكلم معهم مرة واثنين وثلاثة، وخدنا معهم جهد كبير عائلة أبو حمد، وهم ناس طبعا بيعتبروا من ناسي انهم من عزبة الكمال ومن البلد من القرية. احنا كلنا مواليد واحدة في نفس البلد. فطبعا استطعت، وان كانوا هم اصغروني سنا، انما فيهم ايضا اخ من الاخوة الكبار يعني الحاج هاشم واخوه الحاج سعيد واهله اهل المتوفي الله يرحمه. طبعا قدرنا واستطعنا ان احنا نصل منهم في النهاية الى نية الصفح ونية التسامح في الوقت اللي احنا قلنا وقدرنا ان لابد ان نعوض الاطفال الايتام الذين فقدوا هذا العائل من باي تعويض يسد شيء. يعني هو طبعا الانسان لا يقيم بمال طبعا ابدا طبعا. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فسبحان الله كرم الانسان، والانسان لا يمكن ان يقيم ابدا بقيمه. ولكن احنا بنضع اعتبار ان يعني تعويض الايتام بما يكفي او شيء من الخساره اللي هي لاحقتهم من فقدان هذا العائل. انما كان الاهم عندهم هو الدخول بالكفن، لانه الدخول بالكفن ده رمز انه انا يعني هعفي قدام الناس وهصفح عند المقدرة وانا قادر، لانه المدين اللي هو جاني كفنه لغاية عندي وانا قلت له انا عفيت عنك لوجه الله. فطبعا من هذا المدخل قدرنا، وهم ناس الحقيقة ناس محترمين وناس انا من هنا ومن القناة انا بحييهم وبحترمهم وبقدرهم على انهم استجابوا للخير واتموا معنا الخير بنية صادقة. وايضا الذين كان عليهم الحق امتثلوا الحقيقة وامتثلوا لكل ما فرض عليهم من التزامات وشروط لاتمام هذه المصالحة ودخولهم بالكفن، وكان استعدادا يعني كاملا لإرضاء أهل المجني عليه. من هنا ما دمنا وصلنا إلى الحرص على إرضاء المجني عليه والحصول على رضا أهل المجني عليه، فإحنا كده نبقى وصلنا إن شاء الله للإنهاء
وبناء عليه قدرنا نتمم المراسم دي. ويعني في اليوم المحدد انا اعددت الاعداد اللي حضراتكم شفتوه ده على الشاشة، ودعيت كل الناس دي، ودعيت الناس دي كلها ان الناس دي كلها اهلنا وناسنا، وهم قيادات مركز الصف ومركز الطفيح والبدرشين، قامات محترمة جدا، كبار عائلات، اهل العرف واهل القضاء العرفي، كل دول كانوا موجودين معانا، رجال دين اجلاء كانوا موجودين، شباب وشيوخ من جميع العائلات كانوا موجودين، اهل القرية عندي قرية الاقواز وعجمة الجمال كانوا واقفين كلهم على قلب رجل واحد يستقبلوا الناس والضيوف في هذا اللقاء. الحقيقة كانت يعني كان يوم طيب للغاية، وعدى بسلام وبخير، وانتهى بمشاعر جميلة، مشاعر اول مرة انه في مثل اتمام مراسم هذا العصر ان احنا نقعدهم معانا كمان وياكلوا معانا عيش وملح، لدرجة انهم كانوا بيأكلوا بعض هما الاثنين يعني الطرفين. كان منظر قمة السماحة وقمة الرضا وقمة الإنسانية، وأنا من هذا المنظر أنا بقدرهم جميعا وبحترمهم، وقد إيه أنا حبيتهم لما لقيتهم إن حسيت بالصفاء النية الكامل لدى الناس لما نصل إلى إن إحنا قعدنا مع بعض وأنا بأكلك وأنت بتأكلني، ده حاجة يعني برضا من عند ربنا اللي إحنا وصلنا إليه. فكانت يعني هو ده دي الظروف اللي حصلت والحمد لله. يعني معانا اتصال من قرابة للمجني عليه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حاج رمضان. انا حاج رمضان ابو كامل ابو ترك. اهلا بيك يا حاج رمضان، اهلا وسهلا. معانا سيادة اللواء، تحب تتكلم معاه؟ ايوه طبعا. اتفضل. اتفضل حبيبي. طبعا سياده اللواء سعد هو عنوان محافظه الجيزه كلها. نعم ربنا يكرمك. ونشكر الحاج سعد على المجهود اللي قطعت ليه عليه. انقطع الاتصال، اعود الى سياده اللواء. سياده اللواء كرجل قانون وكحارس للقانون، ما هو مدى قانونيه اللجان العرفيه في مصر؟ يعني هل من حق اي انسان ان ينشئ المجلس العرفي ام هناك ضوابط لعقد المجلس العرفي؟ هو انا عايز اقول يعني ممكن انا اي حد كده يروح يعمل المجلس العرفي، ولا لازم في قواعد او ضوابط معينه؟ لا هو ما فيش، هي القواعد كلها قواعد زي ما قلت لحضرتك، ما يتمشى مع المنطق والعرف والقانون والشرع. كل هذه الاعتبارات اذا وضعتها كاطار من خلالها انت تقعد مع اي حد وتتكلم بما يرضي الله في اي موضوع عقلاني يتقبل كلامك وكلام مقنع وكلام له حجة، بحيث ان انت تقدر توصل معاه لنتيجة. فاي انسان صالح وطيب وخير ومشهود له عنده بيئة ومعروف ليه من اهل الخير وملوش غرض، ما عندوش اي اغراض ان هو يعني بيتدخل لمصلحة او لهدف او متحيز مع طرف ضد طرف، الناس اللي هي بتتدخل في هذه الموضوعات بيبقى معروف عنها التجرد امام الحق، عدم الانحياز لاي سبب من الاسباب، لا لقرابة ولا لواحد غني على فقير ولا لواحد اي مكان، بل بالعكس ده احيانا الفقير بيشد عواطف الانسان اكثر من الغني. واحيانا الفقير لما بيبقى في موقف بياخد حقه، يمكن بنقول للغني بزيادة عليك شوية علشان الراجل ده يبقى في اعتبار انساني في تقدير قيمته. انما لابد من التجرد امام الحق، لابد من العدالة، لابد من الانصاف، لابد من النية الصادقة في انهاء الخصومة. اذا توفرت هذه الشروط كلها اي انسان عنده ويتمتع بمثل هذه الصفات يبقى يصلح ان هو يعني ينهي مشكلة سواء لوحده او مع مجموعة من امثاله من اهل الخير في اي نزاع او خصومة بين عائلات. استعدنا الاتصال بالحاج رمضان. اهلا بيك يا حاج رمضان. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا حاج رمضان. اهلا بيك. انت بتحب تقول حاجة لسيادة اللواء؟ ايوه اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اه طبعا سيادة اللواء كبيرنا وكبير المحافظ وكبير المركز وهو عنواننا كلنا.
ربنا يبارك فيه، يبارك فيه، وهو اللي بيحمينا وهو اللي بيعمل الصلح في كل البلاد والله. ربنا يبارك فيك ويكرمك. انا اللي بشكرك. بنطالب من المنبر بتاعك يا فندم ان هو يترشح لمجلس الشعب. وانا ضم صوتي لصوتكم. الله الله الله، ده انا ضم صوتي لصوتكم في مطالبه سياده الليل. ان شاء الله باذن الله يا باشا، ان شاء الله ياخدها ان شاء الله. هو من موقع النائب او من اي موقع هو برضه هيقوم بدور. الحمد لله. في كل المواقع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايز تقول حاجه ثانيه يا حاج رمضان؟ لا استرجع، احنا بنشكرك يا فندم. شكرا يا حاج رمضان. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. سياده اللواء، كيف بدأ دورك في مجال القضاء العرفي؟ ما هي العملة التي خلقت داخلك الرغبة قيام هذا الدور؟ هو على فكرة هي مش مهنة، يعني أنا ضابط بوليس، يعني أنا ضابط اشتغلت يعني في خدمة الشرطة وفي مجال البحث الجنائي أكثر من حوالي 25 سنة، ثم في مراكز قيادية كان كحكم دار الأليوبية، حكم دار أسيوط، مدير أمن هنا، في مواقع قيادية. عندي يعني دراية كاملة بتأديل المواقف والتعامل مع الجماهير ومناقشة أي إنسان، والدراية بالجوانب الإنسانية لأنه والنفسية في الحوار مع أي واحد، لأنه من خلال عملنا في البحث الجنائي بيدينا حنكة ودراية إلى أن الإنسان يستطيع أن هو يكون أكثر فراسة في استنباط ما يدور وفي قراءة المشاهد. استأذن سيادتك، معانا الأخ رجب من الصف. أهلا بيك يا أخ رجب. أهلا بحضرتك يا فندم. تحب تقول حاجة لسيادة اللواء؟ إحنا بنشكر سيادة اللواء صاحب الجمعية على كل الإنجازات العظيمة اللي عملها في مركز الصف. وإحنا مش عارفين نقول له إيه بس والله ونشكره إزاي. إحنا فخورين بيك جدا يا سيادة اللواء. ربنا يبارك فيك. ربنا معاك ويعينك على كل اللي بتعمله من مجالات الصرح والخير اللي حضرتك بتعمله في الصف. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ونتمنى انجازات اكثر واكثر من حضرتك يعني. شكرا يا اخ رجب، شكرا جزيلا على اتصالك وعلى مشاركتك. سياده اللواء، ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى عوده الخلافات بين المتصالحين؟ يعني حصل مره ان سيادتك عقدت الصلح ثم فوجئت بتجدد او بعوده الخلاف؟ لا. حصل ده مره؟ لا. لم يحدث؟ لا لا. انا يعني هو يعني انا عمري ما الحمد لله ما تدخلت في خصومه، وقعدنا وانهيناها بكفن وخلصناها وانتهت الخصومه السهريه وحد يسهر فيها. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه هو بيكتب ورق في انهاء هذه الخصومه بانه اللي ينقض العهد يدان ادانه مضاعفه. هي دي ضمانات يدان ادانه مضاعفه، بيبقى في شروط جزائيه ان هو طبعا بحيث ان هو بعد كده لو ترد عليه لا قدر الله يعني وبيبقى القضاء الجنائي بس هو اللي دور، انما عرفيا ملوش حاجه. نعم. ملوش حاجه في العرف. نعم. خالص، انما يعني هو حقه بيبقى خده بمقتضى الرضاء والتراضي. نعم. وده عقد، ده عباره عن عقد بالظبط. نعم. والعقد شريعة العقدين. طب استاذ لي عايز اسالك، ما هي اهمية نبذ الخلافات؟ طبعا كيف ترى اهمية التخلص من الخلافات؟ شوف ابي، اولا الارواح، الروح من امر المولى جل شانه. نعم. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهب الحياة. نعم. والحفاظ على الارواح ده حفاظ على الحياة. اذا انا تركت العبث بأرواح الناس فهذا تضييع لأحد أهم حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة. هذه طبعا واحدة من الناحية الدينية. ربنا خلق الإنسان علشان يعيش ويعمر في الأرض. مش خلقه علشان يموت ده وده يعمر الإنسان ويخرب في الأرض. نعم. فده يعني دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، المرحلة التي نعيشها الآن مرحلة يواجه فيها الوطن تحديات. كلمة أخيرة سيادتك تقولها لكل من يسفك الدماء. هي دي اللي أنا بقولها دي. نحن في مرحلة، الوطن في مرحلة، هناك من يحاول تمزيق هذا الوطن. والوطن مكوناته هو
افراد المجتمع واسر هذا المجتمع. كل أسرة في المجتمع تعتبر خلية من خلايا المجتمع. الحفاظ على الخلايا ولم الشمل ورأب الصدع وحقن الدماء هو إصلاح لهذا المجتمع، هو إقرار للسلام، إقرار للأمن، إقرار للترابط، إقرار لعدم شق الصف الوطني فيما بيننا. وأقول للجميع تذكروا دايما قول المولى جل شأنه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا أجمل ختام، وشكرا لضيفي أحد رواد القضاء العرفي في مصر وأحد قادة الأمن السيد اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الأسبق، والسلام عليكم. يلا بنصارع، يا بنا وانسانا، 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 يا بنا و